أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عودة البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا للقيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي، مبادرة رائعة من ابن الزمالك الوفي أسامة نبيه بعودة البروفيسور فيريرا مرة أخرى بعد رحيله بأيام عن منصبه، وهي التي حظيت بإعجاب المستشار مرتضى منصور ليقرر عودة البرتغالي من جديد لقيادة الفارس الأبيض. فيريرا قاد الزمالك للتتويج ببطولة الدوري الممتاز وكأس مصر في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، في الوقت الذي يستعد فيه لخوض المعترك الإفريقي وخوض غمار مجموعات دوري الأبطال في النسخة الجارية. وفي ولاية فيريرا الأولى موسم 2014-2015 نجح البرتغالي في قيادة الفارس الأبيض لثنائية الدوري والكأس وبلوغ نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية. البروفيسور فيريرا، مرحبا بك من جديد داخل قلعة ميت عقبة، ننتظر منك تصحيح الأوضاع والعودة مرة أخرى للانتصارات والألقاب، فأنصار الكيان الأبيض تضع ثقة كبيرة في إمكانياتك وننتظر منك المزيد والمزيد.